إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم عمار البيت، هؤلاء هم عمار بيت الله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة قال أهل العلم نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية بناء بيوت الله تبارك وتعالى وتنظيفها وتطيبها وإضاءتها وترميمها، هذه من العمارة، من عمارة بيوت الله تبارك وتعالى، وهذه عمارة حسية. والعمارة المعنوية هي بإقامة ذكر الله في هذه المساجد وإقامة الدروس العلمية وقراءة القرآن والصلاة فيها، وهذه عمارة معنوية لبيوت الله تبارك وتعالى. من الذي شهد الله له أنه عمر بيته سبحانه وتعالى؟ هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هم الذين لا يخشون إلا الله. هؤلاء هم عمرة بيت الله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، أي أداها أداء صحيحا، وآتى الزكاة، ذكر الصلاة والزكاة. الصلاة من الأعمال، من أعمال البدن الخاصة بالإنسان، وآتى الزكاة التي هي من أعمال المال، الأعمال المالية التي يتعدى أثرها للآخرين، التي يتعدى أثرها للآخرين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي لم يخف إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد هنا بالخشية خشية العبادة، خشية الله تبارك، خشية العبادة التي هي من أعمال القلوب، وليس الخوف العادي الذي يصيب الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف يقع من كل أحد، لكن المقصود هنا خشية العبادة، خشية القلب، خوف القلب من غير الله تبارك وتعالى، خوف العبادة الذي يعني يشرك به الناس فيخافون غير الله أكثر من خوفهم من الله، يخافونهم أكثر مما يخافون الله تبارك وتعالى.